بعد أن سيطرت المفاجآت على دور المجموعات، بدأ البعض ينتظر المزيد منها في دور 16 مونديال 2022. حمل العديد من المفاجآت في الأدوار الأولى، البعض منها كان مفاجآت سارة والبعض الآخر لم يكتمل كما كنا نتمنى. فازت السعودية على الأرجنتين، وتعادلت تونس مع الدنمارك، وفرض المغرب التعادل على كرواتيا، كل ذلك في الجولة الأولى. لكن السعودية لم تتمكن من الاستمرار في طريق المفاجآت، فخسرت من بولندا وخسرت تونس من استراليا، لكن المغرب تمسكت بحظوظها ففازت على بلجيكا. وفي الجولة الأخيرة كانت قمة المفاجآت، في المجموعة الأولى تأهلت السنغال مع هولندا، وفي الثانية تأهلت إنجلترا مع الولايات المتحدة الأمريكية، وفي الثالثة تأهلت الأرجنتين وبولندا، وفي الجولة الأخيرة حققت تونس كبرى المفاجآت، فازت على فرنسا لكنها لم تتمكن من التأهل، وتأهل عن المجموعة الرابعة فرنسا وأستراليا. أما المجموعة الخامسة فشهدت مفاجآت مدوية، تأهل عنها اليابان وإسبانيا، وخرجت ألمانيا من الباب الصغير. وفي المجموعة السادسة فإن منتخب المغرب هو العنوان، تعادل مع كرواتيا ثم حقق الفوز على بلجيكا وكندا ليخطف الصدارة. وفي المجموعة السابعة تأهلت البرازيل وسويسرا، تأهل منطقي، لكن من كان يتوقع أن الكاميرون تفوز على البرازيل في الجولة الثالثة، لتستمر مفاجآت مونديال 2022 المدوية. الكاميرون هي أول منتخب إفريقي يفوز على السامبا في المونديال، وفي المجموعة الثامنة حضرت الإثارة في الجولة الأخيرة. تأهلت البرتغال وكوريا الجنوبية، وانتفضت أوروغواي في الجولة الثالثة وفازت على غانا، لكن الفوز لم يكن كافياً، وفازت كوريا الجنوبية في الجولة الأخيرة على البرتغال التي تأهلت متصدرة للمجموعة. بعد أن سيطرت المفاجآت على دور المجموعات، بدأ الكبار يعودون في دور 16. في المواجهة الأولى رفضت هولندا المفاجآت، فازت بثلاثية على أمريكا لتتأهل لربع النهائي. الطرف الثاني من مواجهة دور الثمانية أمام هولندا سيكون الأرجنتين. في مباراته الألف في مسيرته، حمل ليونيل ميسي أحلام بلاد التانغو، فازت الأرجنتين على أستراليا وتأهلت لمواجهة هولندا. ويبدو أن الشعار الذي رفعته المنتخبات في دور 16 هو عودة